السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة هنعمل معاكم طريقة عمل الكشري في الحلة الواحدة. هنشوف مع بعض هنعملها ازاي. حطيت زيت كتير، زيت غزير يعني، ولازم يسخن. وقطعت بصل، البصل ده يا جماعة اللي هو الورد بتاع الكشري. انا قطعته وهحطه في الحلة وهسيبه اول ما الزيت يسخن. وبعد كده يا جماعة هقلبه تقليبتين وهسيبه. اول ما البصل تدبل معايا هحطها في طاسة، وهحط في الحلة دي هنشوف هنحط فيها ايه. شايفين البوتاجاز يا جماعة مغسول وملمع وزي الفل. شوفوا بقى أول ما أخلص الكشري هيبقى منظره ازاي. طريقة سهلة وبسيطة ومش هتكلفك في المواعين نهائي. هي اسمها كشري حلة الواحدة. هتستخدمي بس حاجتين جنبه، لو هتعملي الدقة، لو هتعملي الصلصة. احنا شلنا البصل حطيناه في طاسه صغيره، ومكان البصله هنبدا نحمر الشعريه. هنبدا نحمر الشعريه، وبعد ما الشعريه هتحمر هضيف الرز على طول. هضيف بقى كمية الرز اللي معايا وهقلب تقلبتين. طبعا يا جماعة انا غسلة العدس كويس جدا وبلاه. انا هو قلبته والبصله معايا لسه ما خلصتش. بعد كده هضيف المكرونه، ايا كان مكرونه عندك اي حاجه. كشري الحله الواحده دي انت ممكن تعمليه من البواقي، اي نوع مكرونه عندك حطيه. انا هنا حطيت نوعين علشان ارمي الاكياس بتاعتهم، كانوا بواقي يعني من اكلات انا عملتها، فرحت ضفت نوعين من المكرونه. الانبوبه معايا بتشطب يا جماعه، فالنار واطيه شويه. طريقه سهله وبسيطه وان شاء الله تعجبكم باذن الله. تجربوها وتعجبكم باذن الله. زي ما احنا قلنا العدس انا اهو غسلاه كويس وغسلته اكتر من مرة يعني، وبعد كده بليته بمية نظيفة. هضيفه على طول على المكرونة والرز والشعرية اللي انا حطهم، وهبدأ اقلب تقلبتين. وبعد كده هنشوف باقي المكونات هتتحط ازاي. هبدأ اصفي المية من العدس، وبعد كده اجيبها افضيها في الحلة. انا مش عاوزة افضيه كله كده علشان بيبقى فيه مية. البهارات اللي انا هستخدمها في الكشري يا جماعة كزبرة وفلفل اسود وكمون. خليكوا فاكرين، كزبرة وفلفل اسود وكمون ومرقة، مكعب مرقة. دي المكرونة الاسباجيتي هاخد منها نص الكيس او على حسب ما انا محتاجة. وبعد كده هكسرها واحطها فيه واقلبها برضو تقلبتين. وبعد كده هبقى غالية معايا مية في الكاتل اللي هناك ده وهتشرها فيه، وهحط مكعب مرقة علشان تعملي مرقة كأنها شوربة يعني. هي المرقة بديل للشوربة. ادي البهارات اللي معايا، كزبرة وفلفل اسود وكمون، هحطهم واقلبهم تقليبتين. بصي يا جماعة انا بحب الكشري يبقى الفلفل الاسود واضح فيه. لو انت مش حابه ان الفلفل الاسود يبقى واضح فيه قليل الكميه،
واستخدمي البهارات اللي انت محتاجاها، بس دول بيبقوا ايه، بيبقوا اساس. ومكعب مرق اهو، ضفت مكعب المرقه. لازم يا جماعه تفركيه بايدك علشان ما يبقاش فيه اثر باقي في الرز، تمام. وهبدا اقلب كده زي ما احنا شايفين مع بعض. هسخن ميه في الكتل زي ما احنا برضو شايفين، واضح قدامنا الكتل هناك اهو اخر البوتاجاز، حتى فيه ميه مغليه. بص يا جماعة، كشري الحلة الواحدة ده طعمه فظيع جدا جدا وحلو، ويعني بصراحة مش مكلف. دايما الكشري ده بيتعمل في اخر الشهر علشان مش مكلف. اي حاجة باقية مثلا بواقي رز، بواقي مكرونة، بواقي اسباكيتا، ممكن تعملي بيها اكلة اقتصادية خالص اللي هي الكشري. عندي الورد اللي هو البصل بتاع الكشري، انا اهو بعمله. البصل ده يا جماعة انا مش حطله اي حاجة، اللي حطله دقيق ولا حطله نشا، وهيطلع مقرمش خالص وهيطلع شكله جميل. طريقة حلوة وسهلة، وبإذن الله تعملوها وتعجبها. هنزل على الرز والخلطة بتاعتي اللي انا عملتها كلها بالمية السخنة، وهسيبه النار عالية عليه، واول ما هيتشرب هوطي، هبدأ ان انا اوطي. البصلة الناحية التانية خلاص قربت ان هي تحمر، لازم ايدي تبقى فيها علشان اللون كله يبقى زي بعضه. هنا الحمص ده انا بلاه، حطه في المية ومبلول بقاله يوم، علشان كده حجمه اتضاعف. لازم يا جماعه يتبل قبلها بيوم او بساعتين. هحطه في ميه على البوتاجاز وهبدا ان انا اسلقه. هنا هعمل الدقه في طاسه صغيره، كوبايه ميه، حطيت كوبايه ميه في الطاسه، وهحط معلقه كمون صغيره، وهحط عصرة ليمون، تمام، وهحط خل أبيض. وملح يا جماعة ما تنسوش، هتملحوا زي ما انتوا عايزين. وتوم مفروم انا جبته من الهون اهو، علشان انا عملت كمية قليلة، يعني مش مستاهلة ان انا اشغل المفرمة. وهبدأ ان انا اقلبها. في طاسة تانية، الطاسة دي اللي انا عملت فيها، اللي كنت بعمل فيها البصل، غسلتها ودلوقتي هعمل فيها الصلصة. حطيت زيت وهنزل بالتومة، التومة المفرومة معايا. شايفين يا جماعه، انت لو تلاحظوا انا ما استخدمتش مواعين كتيره زي الكشري العادي، هي حله واحده. والحاجات اللي انا عملت فيها البصل هي اللي هعمل فيها الصلصه، والدقه والترمس بس. هحط على التومه حبه كمون، بتخلي ريحتها تحفه. وهحط كمان حبة كزبرة، كزبرة ناشفة مطحونة، دي برضو بتدي طعم جميل جدا. وهبدأ ان انا اقلب.
وقت الشهب الخل. طبعا ريحتها طلعت تحفة جدا. دي اللي هعمل بيها الصلصة. الصلصة دي يا جماعة سواء انا هعملها دلوقتي اللي هي مش حارة، اللي هي هعملها صلصة عادية، وبعد كده هاخد منها جزء اعمل بيها الشطة بتاعت الكشري. هسيبها بقى تتسبك وتبقى معايا حاجة حلوة خالص. هنا بقى هعمل الشطة، هكتر الزيت شوية علشان تطلع لي زي الشطة بتاعت الزيت بتاعت المحلات. نسيت افكركم يا جماعة، عادي شكل البوتاجاز هو انا بعمل شكله باص خالص، يعني غير عكس الاول. بعد ما اخلص بعد كل اكلة انا بغسله. هنقلب معلقتين شطة، شطة حراقة على فكرة، ولازم يا جماعة اطشها برضو بحبة خل. وبعد كده هجيب الصلصة بتاعتي وهحطها عليه. كده انا لو سبتها كده هتبقى شطة زيت زي اللي بتبقى في المحلات، لكن انا هزود عليها الصلصة اللي انا عملتها. كده انا خلصت الكشري وخلصت الصلصة العدمة وخلصت الصلصة التانية. دي طماطم انا مقطعاها عادي سلطة عادية جدا. هجيب شطة سخنة وهنزل عليها. دي بتبقى في المطاعم بتبقى طعمها تحفة جدا، وبتفتح النفس، يعني اكلة سهلة وبسيطة باذن الله تجربوها، وان شاء الله تقولوا لي رأيكم في الكومنتات. يا رب الوصفة بتاعت النهاردة تكون عجبتكم. وادي الحمص، وادي الورق الورد، البصل عامل زي الورق بالظبط، جميل جدا. وادي الوجبة كاملة متكاملة، الصلصة والشطة وطبق الكشري والطماطم المتقطعة سلطة والترمس والدقة. وادي الورد عامل زي الورق بالظبط يا جماعة. مع السلامة.